فوجئ الجمهور بخبر يعود إلى سنوات طويلة، وهو خطوبة الفنان الكبير عادل إمام والفنانة مديحة حمدي. ابقوا معنا وتعرفوا على التفاصيل. حلت الفنانة مديحة حمدي ضيفة بأحد البرامج، وعندما سألتها المذيعة عن سبب إنهاء خطبتها من الفنان عادل إمام قبل سنوات طويلة رفضت الإجابة. وقالت مديحة حمدي: عادل إمام زميل محترم، والآن هو متزوج من سيدة فاضلة ولديه أبناء، وأنا كذلك لدي أبنائي وعائلتي، لا أحب الخوض في هذا الحديث. وأضافت مديحة حمدي إن علاقتها طيبة بالفنان عادل إمام. وكانت خطبة الفنان عادل إمام والفنانة مديحة حمدي في سبعينيات القرن الماضي، حيث استمرت الخطبة بضعة أشهر ولكنها انتهت دون الكشف عن الأسباب، وما زال ثنائي تجمعهما صداقة. وتزوجت من لواء شرطة وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم أحمد ومحمد ومعتز، إلا أن الأوسط توفاه الله أثناء سفرها للخارج، وفوجئت بالخبر بعد عودتها، وكانت تتمنى أن تنجب طفلاً آخر يعوض فقدانه، فرزقها الله بابنها الأخير. ومديحة حمدي الفنانة المصرية القديرة ولدت في القاهرة وحاصلة على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية، ولمعت في الإذاعة في الستينيات من القرن الماضي، ثم شاركت في بعض الأعمال المسرحية، وظهرت أول مرة في مسرحية السكرتير الفني أمام فؤاد المهندس، وانتقلت إلى الشاشة الصغيرة واستمر عملها، حيث قدمت مجموعة مسلسلات منها الدغري 90 وعائلة الدغري، ومن أهم أفلامها عائلات محترمة وروعة الحب ومعسكر البنات ومدرس خصوصي. ارتدت الحجاب في التسعينيات لكنها لم تبتعد عن التمثيل.